مو نحن اللي حجزنا لكم بالأوتيل بس ما قدرنا نعيش بدونكم، مشان هيك لحقناكم لهون. عن جد شكراً لك، أنت يلي أعطيتنا الفرصة لحتى نشوف مكان حلو مثل هاد. وبراجيش كان بده يجي كمان، بس هو قال إنه في عنده اجتماع ضروري بأمريكا، مو هيك؟ بهابو مو اجتماع، مؤتمر. آه نفس الشي، ومشان هيك رح لهنيك اليوم. أنا فرحت بوجودكم كتير، عن جد كنت مشتاقت لكم. شو هاد؟ الغرفة لساتها جديدة كأنكم لسه ما ساويتوا فيها شي، كأنكم بهاللحظة وصلتوا لهم. هو بصراحة هنن هلأ خلصوا تنظيف الغرفة، وإلا كنتوا شفتوا غراضي وين من كان. وسالوني بدي تضل عم تركض تلم وراك. بتعرف يا ابن حماي، بيني وبينك ما كان لازم تترك وراك ولا دليل، يا أما رح تعلق ونحن رح نلحقك. يعني بفهم أنه كل شي بيناتكم بخير؟ وإنت يا نهار مالك عم بتعصب مو هيك؟ لا هو أكيد مو هيك، يعني ما في شي بيستاهل لهلأ، بس هو بيعصب شوي مش عن شغله، وهو ما في عنده شغل أبداً ومشان هيك ما بيعصب. معناها نحن رايحين على غرفنا هلأ، منشوفكم بعدين ماشي؟ يلا، ونحن كمان لازم نسكن بالفندق. بالحقيقة نحن كمان بنفس الطابق. ورح نضل نضايقكم. يلا خلونا نروح.